أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم لم ينهنا عن البحث في الروح عكس ما يتصوره البعض، بالعكس أمرنا بمزيد من العلم. ربط عدم قدرتنا على فهم الروح وعالم الأرواح بقلة المعلومات التي لدينا. فإذا أردت أن تفهم ما هي الروح ينبغي أن تصل إلى مستوى علمي أعلى بكثير من الذي وصلت له البشرية الآن حتى تتعرف على سر الروح. لذلك الله تعالى يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن الروح هي من أمر الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني علم الروح علم عالي جدا، علم متطور، يحتاج إلى معرفة كبيرة جدا حتى تتمكن من فهم أسرار هذه الروح. ولكن ما دام العلماء ينكرون وجود الروح لن يصلوا إلى شيء. هم ينكرونها، كيف يصلوا إلى حقيقتها؟ الحقيقة أيها الأحبة، علماء من جامعة إدنبرا البريطانية في عام 2008 قاموا ببناء كمبيوتر عملاق بتكلفة 20 مليون دولار. طبعا الهدف كان وقتها معرفة سر الحياة أو ما نسميه نحن الروح. هم ينكرون طبعا، يقولون إن الإنسان جاء نتيجة تطور عشوائي مثله مثل أي يعني حجر أو ذرات، مجموعة ذرات عشوائية اختلطت هكذا وتطورت ونشأت الخلايا والحياة، وكلام فارغ يعني، تعرفون نظرية التطور. لذلك يقفون اليوم عاجزين. لقد بلغت سرعة جهاز السوبر كمبيوتر هذا الذي قاموا ببنائه 1 تريليون عملية حسابية في الثانية الواحدة، وقاموا بتجارب على مدى 8 سنوات حول الخلية والحياة والكون لمعرفة سبب نشوء الحياة. يعني ما الذي يجعل الخلية تتحرك؟ حتى الخلية الأولى التي نشأت قبل 4 مليارات سنة تقريبا، هذه الخلايا الزرقاء الصغيرة القديمة جدا التي يعني يتحدث عنها العلماء، فيها حركة وفيها حياة وفيها بناء وطريقة تكاثر وطريقة تغذي وتخلص من الفضلات، وفيها شعور وفيها إدراك وفيها ذاكرة، كائن كامل. كيف جاء هذا الكائن إلى الأرض؟ يعني الأرض كانت عبارة عن صخور وبراكين وماء وأكسجين وعناصر فقط كيميائية. كيف حدثت شرارة الحياة؟ حاولوا أن يصوروا لنا طبعا بشكل غبي للأسف أن هناك برق وصواعق وتفاعلات معينة في غاز الكربون وكذا والميثان وغير ذلك وأنشأت هذه الخلية. هذا كلام اليوم مضحك بالنسبة لعلماء التطور أنفسهم. علماء البيولوجي اليوم يضحكون على هذا الكلام، لأن الخلية الأولى التي نشأت أول من 4 مليارات سنة فيها كل الأجهزة اللازمة للحياة. لا تختلف عنك أيها الإنسان في شيء، أنت لديك ذاكرة، لديها ذاكرة، لديك تكاثر، لديها طريقة في التكاثر، لديك طريقة للنجاة ومثل الخوف وغير ذلك، وهي لديها طريقة للنجاة والتعامل، لديك طريقة في التغذي والتخلص من الفضلات، أيضا لديها طريقة في أخذ الغذاء وطرح الفضلات، لديك شعور وإحساس وتأثر بالضوء وتأثر بالصوت، هي تتأثر بالصوت تتأثر بالضوء. مخلوق كامل. لذلك الآن علماء التطور عندما تقول لهم كيف نشأت الخلية الأولى يقول لك هذا ليس اختصاصنا، يهربون من هذا السؤال. طبعا العلماء في الجامعة البريطانية قاموا بإدخال ملايين البيانات بل آلاف الملايين من المعلومات
منها قوانين فيزيائية تحكم الكون، قاموا بوضع مخططات لهذه الدراسة بهدف معرفة كيف نشأت الحياة، كيف نشأت الخلية الأولى، على أمل أن يصلوا إلى قانون أو شيء يقول لك إنها نشأت بشكل طبيعي وليس هناك خالق للكون. ولكن للأسف كل المحاولات باءت بالفشل، المحاولات أيها الأحبة باءت بالفشل تماما. النظام شديد الدقة الموجود في الخلية الأولى التي نشأت، نظام الحركة، هذا المحرك العجيب، كيف تتحرك هذه الخلية وتنتقل وتتكاثر وكيف يعني تحدث تجمعات وكذا. اكتشفوا أيها الأحبة أن كل خلية تعمل بكفاءة لا تقل عن كفاءة الكمبيوتر الحديث بل أعلى منه. كيف تعمل هذه الخلايا؟ من الذي ينظم حركتها؟ من الذي يعني مثلا يجعل خلايا القلب تعمل بطريقة بكفاءة عالية جدا؟ من الذي يجعل خلايا الدماغ تعمل بهذه الكفاءة؟ لقد أثبتوا فشلهم تماما أمام الروح. لذلك هذا البحث قالوا في نتيجته لقد ثبت علميا الفشل الكامل للعلماء أمام معرفة سر الروح. ولذلك نقول أيها الأحبة ما دمتم تفكرون بهذه الطريقة أيها الملحدون لن تصلوا إلى شيء. ينبغي أن تعترفوا بوجود الروح أولا لكي تكتشفوا إذا أراد الله ذلك سر هذه الروح التي قال الله فيها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيها الأحبة باختصار ما هي الروح؟ أنا وضعت نموذج تصوري طبعا للجسد والروح والنفس. قلنا الجسد هو عبارة عن ذرات لا عقل لها، ذرات طبعا حتى الذرة فيها عقل، يعني ثبت في مقالة قرأتها مؤخرا أو بحث علمي حتى الذرة لها طريقة في التفكير والذاكرة سبحان الله، ولكن هذا بحث حديث جدا يعني أو نظرية حديثة جدا تؤكد أن الذرات تتجمع بطريقة معينة، تتفاعل بطريقة معينة بنظام معين، مما يشعر أن لها يعني ذاكرة وعقل وما يشبه الدماغ. سبحان الله، يعني العلم كلما تطور نكتشف أشياء جديدة. المهم أيها الأحبة الجسم هو عبارة عن مجموعة ذرات تركبت بطريقة معينة. النفس هي التي تقود هذا الجسد، القائد، التي تحدد، التي تتفاعل. يعني أنا الآن أتكلم وكذا بنفسي، النفس هي التي تفعل ذلك. الروح هي الطاقة المحركة، هي التي تعطيك طاقة الحياة لتعيش. عندما تخرج هذه الروح تنتهي الحياة، ولكن خروج الروح يعني خروج النفس معها. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون.